Tunisia, a great team, and they're getting stronger every year. Please bring us more, because we don't have the full delegation this year. ممثل المنتخب الوطني التونسي، عمري 27 سنة، ألعب في دورة العقبة الأردن. أتمنى أن أكون الأفضل في هذه البطولة. امبارح ترتيبي الرابع، واليوم إن شاء الله من أول. كثير تحسن البطولات في تونس، تحسننا في البطولات على الخارج، نظمنا الدستور الشهر اللي فات في تونس، وبدأت بشوية بشوية تحرك، كل شيء مزيان. بقيت اللاعبين كل أصحابي، كل نلعبوا في الدور العرب، هنا في المغرب، في تونس، في مصر، البحرين، السعودية، كثير فيه تنافس.